هناخد مريم من إيطاليا ونشوف سؤالها إيه. سلام عليكم يا مريومة، كل سنة وأنتي طيبة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكي يا مريم. وعليكم السلام. مريومة اسمعيني من التليفون يا حبيبتي ووطي التلفزيون خالص. أنا طيب. ازيك يا طنط؟ طنط، ازيك يا روح طنط؟ ازيك يا روح؟ بصي بعد الهوا بقول لك طنط دي بتعمل فينا ايه؟ بس مش هقولها لك دلوقتي. اه يا قلبي. انت عندك كام سنة بقى؟ على ثانية واحدة بقى، انت عندك كام سنة يا مريم؟ 8 ونص. 8؟ اه يا روحي، لا ده انا طنط ونص كمان يا قلبي. لا كل سنة وانت طيبة يا مريم. انت صايمة؟ الحمد لله. اه ربنا يتقبل منك يا حبيبة قلبي. انت عايزة تسألي شيف أماني في حاجة في المطبخ والأكل؟ ماما جنبك صح؟ بتعمل عصير العنب ازاي؟ ايه؟ بتعمل عصير العنب ازاي؟ عصير الايه؟ علي صوت. عصير العنب؟ العناب. العناب، عايزه العناب. والله فكرتينا بالحاجات الحلوه، العناب والصوبيا والحاجات بتاعت مصر الجميله دي. حاضر، ليكي سؤال تاني او ماما ليها سؤال تاني؟ اه عبايتك حلوه قوي ان شاء الله. حبيبتي انت اللي حلوه وعيونك اللي حلوه حبيبتي. على فكره دي من مصر، العبايه من مصر مش من هنا. مامتها جنبها. هاتي هاتي ماما نكلمها. طيب هاتي ماما. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، كل سنه وانتي طيبه يا ام مريم. مش عايزه تسمعينا صوتك الحلو؟ لا يا حبيبتي انا كلمتكم كتير، ده هي بتحبكم جدا وبتستنى البرنامج بتاعكم كل يوم بصراحه. ده ربنا يبارك لك فيه. النهارده مشيتك النهارده حبت العربيه بتاعتك قوي، قالت لي عايزه اكلم طنط ندى. خالد يا روح قلب خالد وندى من جوه، ربنا يخليك يا حبيبه قلبي وما تحرمش من ذوقك. وتفضلي يا مريومه زي ما بنقول، اتفضلي يا حبيبتي والله ما تغلى عليكي، اتفضلي يعني اجيبها لك لحد عندك والله لو اقدر. رمضان مبارك عليكم يا رب. ربنا يخليكي حبيبتي، رمضان مبارك علينا وعليك وان شاء الله نكون كلنا في احسن حال يا رب. يبقى انت كده عايزه العناب وعايزه ايه تاني؟ لا بس ما كانش الخروب بقى، يعني عصاير بقى اللي هي بتاعت رمضان، انت عارفه الخروب العناب. طيب حاضر حاضر من عينيا. لان انا بعمل العناب عندي بطريقه فمش عارفه هو صح ولا غلط. طيب حاضر من عينينا يا ماما. طريقه. طيب قولي للشيف انت بتعمليها بأي طريقه عشان ممكن تكون نفس طريقتها. ايوه انا بجيب الكركديه وبنقعه والتمر هندي. ايوه بحطهم الاثنين بنقعهم مع بعض وبعدين بصفيه وبحليه وبحط عليه سنه ليمون بسيطه بس وبتلجه بسقعه. طيب تمام.